السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا مزيانين وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم وصفه اليوم هي لي سوفلي فارسي بالفيونداشي. للمقادير نحتاجو واحد كاس حليب دافي، لا فارين، واحد حبه بيضاء، واحد شويه ملح، شويه سكر، والخماره نتاع الخبز. نديرو حليب دافي نسخنوه، نديرو فيه واحد معلقه نتاع الخماره نتاع الخبز، نخلطو مليح بيدينا حتى ندمجو هذيك الخماره. نزيدو واحد معلقه سكر، نص ربع كاس زيت، واحد البيضه، ونزيدو شويه ملح، ونخلطو مليح مليح ونجمعو بلا فارين. نبقاو نديرو لا فارين حتى على حساب حتى تولينا اون بات مجموعه وشاده روحها مليح، يعني الفرينه على حساب نتوما شحال غادي تجيكم يعني. ونتخلطوا نخلطوا نخلطوا مليح حتى يجينا كلشي، الفرينه تكون متماسكه على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معنا. من بعد ما جمعناها كامل كما راكم تشوفوا معنا، نخليوها ترتاح واحد بلا ما وجدنا العمارة. العمارة نحتاجو ثومه، البصله، واحد حبه بصله، واحد فلفل مخلط، شويه زيت، ونديرو كلشي يتقلى مليح 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 حتى يتقلى كلش. ونزيدو الفيونداشي، الكفته، نزيدو شويه ملح، شويه حبه كحله، شويه خرقهم، شويه قزبر ومعدنوس، وشويه ملح، ونخلطو كلشي. والعطريه نتاع الدجاج اللي عندكم نزيدو نزيدو شويه الزيتون مقطع كيما راكم تشوف معنا. نخلي كلشي يطيب حتى يطيب كلشي عاد، ونزيدو نخليهم كلشي يتخلط، كلشي يطيب مليح حتى يهبط كلش. نمشيو لديك لاباط نجيبوها تكون نضعفت شويه في الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا معنا، تكون هشيشه وخفيفه. نجيبو نسرحوها، ديروا شويه فرينه لتحت نسرحو، ونبقاو نقرصوها مليح مليح حتى تولينا مسرحه كامله. نجيبو واحد الغرفيه ونقطع. من بعد ما قطعنا دوك الدويرات نجيبو العماره ونجيبو نديروها لداخل، ونديرو شويه فرماج، فرماج لافاش كيري ولا الفرماج المربع نتاع الهامبرغر. نبلعو مليح، نوليو نقطعو مزيان بديك القطعه نتاع البيتزا، ومن بعد نجيبو فرشيطون نديرو مزيان في الجناب. ولا العجينه هذيك تقدروا تخليوها ديروها في الكونجيلاتور، من بعد توليو تستعملوها ما كانش مشكل. هي عاد نستعملوها في بلوزيغ في لي كرواسون، في اي حاجه بغيتوها نقدروا نستعملوا هاد العجينه هذه اللي هي سهله وجد رائعه كما راكم تشوفوا معنا. من بعد من ما كملت كاع العجينه اللي عندي عمرتهم كاملين، من بعد نجيبوا صفار البيض ندهنوهم من الفوق، نديرو الورق نتاع الزبده، ورق الزبده باش ما يلزقوناش من التحت، وندهنوهم بالزبده، وندهنوهم بصفار البيض عفوا، ونديرهم في الفران. كي من بعد ما خرجناهم من الفران ها هما كيجاو، يجيو لذة منهم، والعجينه يجيو هشاش بزاف بزاف. بالصحه والراحه، وان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم.